مع اكتمال وصول حجاج القرى إلى الأراضي المقدسة، تتواصل التيسيرات المقدمة لهم من بعثة حج القرى تمهيداً لأداء المناسك. للمزيد من مكة المكرمة، الزميل عبدالله بركات، موفد التلفزيون المصري. أجواء روحانية تعيشها مكة المكرمة احتفاءً بحجاج بيت الله الحرام، وبطبيعة الحال الحجاج المصريين الموجودين هنا من ضمن هؤلاء الحجاج. حجاج القرعة قدمت لهم وزارة الداخلية تيسيرات كبيرة تمهيدا لأداء المناسك. في مقدمة هذه التيسيرات فنادق الإقامة التي تم اختيارها على مقربة من الحرم المكي الشريف، بجوار هنا أحد فنادق الإقامة، وفي الخلفية المسجد الحرام. يستطيع الحاج أن يتوجه مترجلا إلى المسجد الحرام لأداء الصلوات أو أداء العمرة عند القدوم. هذه التيسيرات متواصلة وضمن حزمة أخرى من التيسيرات التي تقدمها بعثة حج القرعة لحجاجها. من هذه التيسيرات خدمات طبية، عيادات طبية موجودة في كل فندق إقامة لتوفير الرعاية الطبية للحجاج، خدمات تتعلق بالإعاشة، خدمات تتعلق بوجودهم داخل فنادق الإقامة من خلال الوجود المستمر للضباط بين الحجاج بهدف تسجيل العقبات، بهدف تلبية متطلباتهم، وهو ما شاهدناه هنا داخل فنادق الإقامة، ارتياح كبير بين الحجاج القرعة لهذه التيسيرات والخدمات التي تقدم لهم والتي ستكون متواصلة إن شاء الله طوال فترة أداء المناسك، فيما يتعلق بالانتقالات، فيما يتعلق بالإعاشة داخل المناسك سواء في منى أو عرفات. وهذه التيسيرات لاقت قبولا واستحسانا كبيرا من الحجاج الموجودين هنا داخل فنادق الإقامة.